السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبرار تشان. في هذا الفيديو راح أجمع عدة أفكار مع بعض، تقريبا 3 أفكار. اليوم هو التاريخ 11/8/2019. راح يكون اليوم عن ظل، ولكن في المقطع ما راح يكون يعني بكلبه عن ظل، ولكن راح أعملها هاي الفكرة، ممكن إني أعملها مع فكرة بكرة، أو يعني أجمع عدة أفكار مع بعض، أو ممكن أخليها لحال على حسب يعني فضاوتي في العيد. اليوم رح أول شيء رح تشوفوا إنه رح أجمع عدة أفكار في البداية للمتابعين اللي ممكن اللي ما كان مرسل لي عن زخرفة، أكيد حطيتها إن شاء الله في هذا المقطع. بعدين عن فن وقتال وحديد. طبعا أنا رسمت عن فن، يعني هي أكثر يعني عن جد أكثر فكرة اللي هي ممكن أخرتني، وممكن هي اللي خلتني أصلا أتأخر بتنزيل المقطع، اللي هي فكرة فن. وكل هذول الرسومات رسمتهن اليوم. ليش يا أبرار شوي تأخرت بالرسم؟ يعني فكرة فن شوي أخرتني، وبرضو كنت أشتغل على شغلي هي القناة صراحة. راح أكشف على ذلك في الوقت المناسب طبعا إن شاء الله. طيب، الفكرة وما فيها بشكل سريع جدا، يعني مش كثير أخرى، أنا حبيت النتيجة بالتالي لأني ما تعبت عليها. هي مجرد إنه في هيك زي وكأنه طريقين، وكل وبتكون هاي الطريقين بكونن شكل زي شكل مرأة أو شكل بنت فتاة، وراح يكون على كل طريق بنت وبنت، اللي هي بالأساس أنا زي ما يعني وأنا أرسم فيها حسيت إنه هن يعني وكأنهن أصدقاء. طبعا أنا نقلت الشكل هذا، بس البنات الثنتين يعني هذا من خيالي، كان في أتوقع هي زي عائلة، إنه الأب بجهة وبقية العائلة بجهة ثانية، بس غيرت هاي الشغلة فقط. طيب، بالنسبة للفكرة اللي بعدها، وهي فكرة، لحظة أشوف بس، أيوة، فكرة حديد. في البداية كنت بدي أغش بهاي الفكرة، إن أخذ نفس اللي رسمته بسمة أمل وهو ايرون مان، بس يعني بالتالي استحيت على دمي وشفت الصورة ورسمتها، اللي فكرتها انه شخص يعني لابس اشياء مدرعة يعني، وتعبت عليها نوعا ما. صح يعني ما بتشوفوا انه هي يعني بشكل كامل، لانها ما زالت كسكيتش والتظليل مش كامل ايضا، بس مع ذلك قعدت عليها اكثر من ساعة واستغربت من حالي صراحة، لأنه يعني في العادي بمقاطع سكتشات ما برسمها الكد يعني وقت، بس يعني زي ما يقولوا لايك لنفسي إنه يعني الحمد لله أنا راضي عن هذه النتيجة بالذات، ويعني خلت المقطع شوي يعني كي يأخذ راحته، إنه ما سرعته كثير 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 يعني، مشان هيك تشوفوا شوية تفاصيل فيه. زي ما قلت انه هاي الصورة انا نقلت عنها، اكيد تغير الشكل لأسلوبي. راح تشوفوا في اليوم اللي عن قتال، اللي هو توقع 10 الشهر، راح اكلكم صدق يعني والصراحة انه ما رسمتش بشكل مخصوص لإلها، كنت يعني هاي الرسمة اللي راح أحطها آخر إشي في المقطع، رسمتها مع بنت كنت أعلمها رسم، وشفت إني يعني وقتها اللي كنت أعلمها على الوضعية إنه تقريبا هاي يعني تشبه وضعية القتال، فليش ما أحطها للقتال؟ فما سجلت لهاش مقطع، كنت أسجل شوي شوي هيك زي لستوري اليوتيوب، أتوقع إنه ما زال موجود. وبس يعني حطيتها بس هنا في المقطع كصورة، ورسمتها قبل فترة هذاك اليوم يعني، بس لا بأس، أتمنى تمشوا لي إياها.
فقط لأنه هيك تأخرت في تنزيل مقطع يعني أو المقاطع وأعتذر لذلك. ممكن إنه يعني أنزل هيك كل فترة مواضيع، عدة مواضيع مع بعض، بصير في ظروف معينة. مثلا هسا كنا نحضر للعيد فاضطريت إني شوي ها أوقف، فأتمنى إنه يعني ما تقلقوا، لأنه في كم رسالة وصلتني على الإيميل اللي كانوا قلقلين. شكرا جزيلا لتفقدكم وطمئنانكم علي. أنا الحمد لله بخير، بس إنه شوي تأخرت في المقطع عشان يعني ما نزلتش ما اشتغلتش على الفيديو، مشان يعني كنت أحضر للعيد وهذه الأشياء. طيب بالنسبة للأسئلة خلنا نشوف كم سؤال. سارة كيو بي بتقول أنا لما أرسم أتخيل الرسمة بتكون شكل، لما أرسمها ما تكون لها علاقة لو شيء بس اللون اللي يشبه الفكرة، ولما أبي أرسم كبير يطلع صغير والعكس، وش هذا؟ ما أفهم ليش كذا. طيب عزيزتي، مفضل إنه تستخدمي طريقة المربعات، يعني مرة حكيت عنها وأكثر من مرة ممكن في الفيديوهات السابقة. شخصيا أنا يعني مش إني طبقتها بحذافيرها، كنت مرات أستخدمها يعني بس إني أحط هيك زي شو بيقولوا يعني هيك مسافات أو أسطر متوازية ومتساوية وأرسم. بحس إنه شوي هيك بتخلي عيني تتعود على المسافة تبعت الصورة اللي بنقل عنها والرسم اللي أنا قاعد برسمها. فشو بتعملي؟ ممكن تشوفي حتى تكتبي في اليوتيوب طريقة المربعات للرسم، اتمنى انها تفيدك يعني. بس انا بحكي لك اياها على السريع، انه شو بتعملي؟ بتطبعي مثلا الصورة اللي انت بدك تنقلي عنها، بتخططيها مربعات متساوية، وبتخططي نفس الورقة اللي انت بدك تشتغلي عليها مربعات متساوية نفس اللي خططيها للصورة، وقتها بتصير تنقلي يعني نقل حذافيري. بعرفش لأي درجة هاي الطريقة يعني كديش هي بتحسن من رسمك، ولكن هي قصدي يعني بشكل مستقبلي أنا بحكي، ولكن كرسم موضعي أكيد رح تزبط لك الأشياء اللي أنت بتسوي فيها أو اللي أنت بتخربط فيها، إنه تطلعك صغيرة الرسمة المفروض ككبيرة وما إلى ذلك، أكيد راح تحسنها موضعيا. ولكن أنا قصدي مستقبليا ممكن زي وكأنه إحنا بننقل يعني ومنتحسن بالنقل ممكن، بس بعرفش ليش بحس إنه مش مفضل إنه تعتمدي عليها اعتماد كامل، مش يعني بس اعتمدي عليها حاليا مشان تصير تضبط المسافات وبعدين تخلي عنها. عارفش ليش أنا هيك بحس، بس شوفي اللي عندهم خبرة في هذا المجال أكيد هم يعني عندهم الجواب الشافي والكافي لإلك. أما أنا بعرفش إذا رح أفيدك مزبوط، بس هذا اللي من وجهة نظري أنا، بحكيش بشكل خبير أو مجربة يعني بشكل كبير، لا ما جربتش إلا شوي يعني ومش بحذافيرها. الحبر الذهبي بتسأل ممكن نستخدم ألوان أكريليك على ورق عادي؟ بتعلق الورق العادي قصدك أوراق الطابعة، يعني ورق الأكريليك هو شوي ثقيل، ممكن تحطي على ورق طابعة، ولكن يعني كديش تتحمل الورق العادية؟ يعني حتى الرصاص ما بتتحمله بزيادة إذا بتظلك تمحي هذه الأشياء يعني، برضو عشان الأكريليك يعني إله هيبته. ففضل الأكريليك على ورق يا إما كاسي أو اللي بيكون قماش يعني كانفاس. ف يعني بعرف شيء بدك تجربي على ورق عادي جربي، بس لا افضل صراحه. يوتيوب في الهاتف شوي خنك مش قادر انزل اخرج شويه علك مش عارفه ليه. في سؤال اللي شايفته انه من ايرزا سكارلت بتقول انه لما تيجي ترسم بتتخربش الرسمة من ايدها، فشو الحل؟ انا صراحة جاوبتها ولكن عشان تعم الفائدة للجميع، مرات بتلاحظوا اني بحط مثلا قطعة محارم مناديل او ورقة، فيعني هذا بتحطوها تحت ايدكم وان شاء الله ولا اشي بتشحور ولا اشي يعني كل شيء تمام. فيعني مفضل حتى مع الالوان لانه الايد مرات بتعرضك من كثر ما احنا بنرسم، ف
بنصير نمسح أو بنحط بنخرب الرسمة بإيدنا يعني من كثر ما بنمسح عليها أو يعني من هالخرابيط هاي. وبس أتمنى أنكم استفدتوا من المقطع ولو القليل. أسف إذا ما جاوبتش على كثير من التعليقات. اللي عنده تعليق أنا يعني ما جاوبتش عليه أو يعني ما كان إله علاقة بموضوع من المواضيع اللي إحنا طرحناها اليوم يكتب لي إياهن في تحت هذا المقطع إن شاء الله وبجاوب عليه إن شاء الله. وبس أتمنى أنكم ما يخف تفاعلكم بالنسبة لسكيتش أب يعني شوي شوي ولا صراحة مش كثير خافف يعني إنه 64 رسمة أتوقع هيك إشي باليوم يعني هذا بس إنه تقريبا زي وكأنه النتاج مفروض لازم كان نتاج 3 أيام ولكن يعني 64 كان من قبل نتاج يومين فقط فشد الهمة أوكي. وأعتذر يعني بجزء المشكلة مني إنه أنا ما نزلت فخفت وفكرت إنه وقفت التحدي أو كذا. لا ما لكم دخل فيه صح إنه وقفت شوي كان لازم أنذركم بهذا الإشي من قبل بس كتبت تعليق مثبت أو حطيت برضو بستوري أكيد مش الكل شاف بس يعني كانت المشكلة مني متأسفة جدا. وبس بانتظار لمساتكم الرائعة وإبداعاتكم الخلابة أشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. أو ماي جاد على فكرة نسيت أعتذر. كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم إلى الله أقرب. أعتذر مضيعة نمت شوي وكمت متأسفة جدا أوكي. كل عام وأنتم بخير أشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.